إلى معرض الكتاب، فتتواصل فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 51، والذي من المقرر أن يستمر حتى 4 من شهر فبراير المقبل. المزيد من التفاصيل حول هذا المعرض وفي هذه الدورة ينضم إلينا من هناك مراسل إكسترا نيوز إبراهيم عزت. مساء الخير إبراهيم، إليك الكلمة، تطلعنا فيها على الأجواء في معرض الكتاب وتفاصيل أبرز الندوات والفعاليات لهذه الدورة. كل التحية لك زميلتي دينا من هنا من مركز مصر للمعارض والمؤتمرات هنا بمنطقة القاهرة الجديدة، ومن جديد إطلالة جديدة لمعرض الكتاب، وتحديدا هي الدورة الأولى بعد اليوبيل الذهبي. نحن نتحدث عن أجواء الدورة 51 لهذا العام. ما رأيك أن نتجول معكم مشاهدين الكرام على الهواء مباشرة ونستعرض مع حضراتكم الإقبال الكثيف الذي يشهده المعرض في 4 أيامه منذ أن فتح أبوابه للجمهور. كما نتابع في هذه اللقطات التي تأتيكم على الهواء مباشرة، هناك عدد كبير من القطاعات الخاصة بالوزارات والدول. هناك جناح خاص بوزارة الدفاع وهو الجناح الأول وتحديدا في صالة رقم 3، ويليه جناح خاص بوزارة الداخلية والذي شهد إقبال من قبل المواطنين بالتزامن مع عيد الشرطة 68. إذا أيضا تحدثنا مع حضراتكم مشاهدينا ونحن نستعرض معكم على الهواء مباشرة ضيف شرف المعرض لهذا العام هي دولة السنغال. هذا هو الجناح الخاص بدولة السنغال، وقبل قليل كنا نتحدث مع عدد كبير مع المشاهدين. من قبل دولة السنغال التي تشارك كضيف شرف في هذا المعرض. وكما نتابع هناك عدد كبير من المطبوعات الخاصة بدولة السنغال، إن كنا نتحدث عن اللغات، اللغة المحلية السنغالية وأيضا اللغة الإنجليزية بالإضافة للغة الفرنسية. أيضا نستكمل مع حضراتكم مشاهدينا الكرام هذه اللقطات التي تأتيكم تحديدا من داخل الجناح الخاص بدولة السنغال التي تحل كضيف شرف المعرض لهذا العام. إذا تحدثنا أيضا زميلتي دينا على المواعيد الخاصة بهذا المعرض، تحديدا بحلول 10 صباحا يفتح المعرض أبوابه للجمهور لاستقبال الجمهور، وحتى 7 مساء. إن كنا نتحدث أيضا بالأرقام ونستكمل مع حضراتكم باقي المعرض وما يتثنى لنا أن يظهر معنا في هذا البث الحي، هناك عدد كبير من الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية التي تشارك هذا العام. نتحدث عن 900 دار نشر وجهة شاركت بالفعل، بزيادة 153 دار نشر على الإطلالة السابقة في اليوبيل الذهبي للمعرض. أطفال وكبار وسيدات وشباب يتابعون ويأتون إلى هنا لهذا الحدث الثقافي الأبرز هنا في مصر وفي منطقة الشرق الأوسط. ما زلنا نستكمل مع حضراتكم مشاهدينا الكرام على الهواء مباشرة. هذا هو الجناح الخاص بالمملكة العربية السعودية، ليست للمرة الأولى التي تشارك في إطلالة لمعرض الكتاب، ولكن شاركت بالتأكيد في سنوات سابقة هنا في هذه المعرض الكتاب هنا في القاهرة. على هامش هذا المعرض يقام عدد كبير من الندوات والأنشطة الثقافية هنا أيضا في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات بالقاهرة الجديدة. الجناح الذي نستعرض من خلاله بعض الإصدارات الخاصة عن المملكة العربية السعودية، وهذه الصورة لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع
فخامة الملك السعودية في هذا الجناح الخاص. إذن كنا نحاول مع حضراتكم مشاهدينا الكرام أن نسلط الضوء مع حضراتكم حول أبرز الصور الخاصة من هنا من داخل معرض الكتاب، وبشكر حضراتكم شكرا جزيلا على حسن وطيب المتابعة. والآن الكلمة تعود مرة أخرى إلى زميلتي دينا بالاستوديو. إليك دينا. نعم، قبل أن تغادرنا إبراهيم، يعني كنت أود أن أسألك، في الأعوام الماضية كان معلوم أنه معرض الكتاب مناسبة لكثير من الأسر، يعني تذهب إلى مقر المعرض أيضا لتفقد الكتب، لكن حتى كنزهة للأسرة بأكملها. هل لاحظت أنه هذا الأمر ما زال مستمرا في هذه الدورة، أم أنه الإقبال والوجود من قبل الزائرين هو بالفعل من أجل شراء الكتب والإصدارات المختلفة؟ صحيح، كما ذكرت دينا، عدد كبير من الأسر التي بتحتفي، وكل عام هذه هي العادة للعديد من الأسر المصرية وغير المصرية التي اعتادت أن تأتي لهذا المعرض. رصدنا بالتأكيد حضور عدد كبير وملحوظ من الأسر، وهنا في القاهرة الجديدة وتحديدا في مركز مصر هذا ما وفره من مساحة أكبر عن المساحة التي كانت في السابق في مدينة نصر، لذا وفرت عدد ومساحات كبيرة شاسعة للمواطنين. وخارج الصالات، نحن نتحدث عن 4 صالات هنا في هذا المعرض، خارج هذه الصالات يوجد أماكن مخصصة لهؤلاء الأسر، وعلى ما يبدو يعني ممكن بالكاميرا أيضا هناك أسرة متواجدة هنا بتأخذ قسط من الراحة لتستكمل باقي الجولة هنا في معرض الكتاب. ولكن يبقى هي الزيارة الأهم للأسر المصرية وغير المصرية. إليك دينا. نعم، بشكرك شكرا جزيلا مراسل إكسترا نيوز إبراهيم عزت، كنت معنا من داخل مقر معرض الكتاب. شكرا على هذه الجولة اللطيفة داخل أروقة بعض الأجنحة في المعرض. وطبعا مشاهدينا الكرام، يعني نستغل هذه الفرصة لدعوة حضراتكم لزيارة المعرض، معرض الكتاب، هذا الحدث الثقافي الأبرز في مصر واقتناص فرص ذهبية من أجل شراء الكتب وبعض الإصدارات المميزة.